كده تمسكيها جدا عشان تمسكي الخلفوز بعد الخلفوز الطويل وزين ده. ايوه لا شوف انت تمسكي تعرفوش ياكل؟ ها؟ نباتات شوف حشرات صح بس احنا لا ما يصير شيء ما يصير شيء؟ تبي انا اشيله وتصوره؟ انا ممكن اشيله ترى ما في مشكله ابو خصص علم الحكايه او بس عشان زوار زوار بس ايوه ممتاز يلا ها شوف خذيهم يلا شوف ما في امكانيه تشيله؟ لا والله ما اقدر طيب صبري هيك هذه طبعا القنف الطويل للاذنين زي ما انتم شايفين شوف يتكور يتكور طبعا طبعا بالمركز انك نعم. أكل قطط ها؟ مع؟ معدود 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 شوف طبعا إذا شوف الأشواك بابا واسمه طويل أذنين لأن شوف أذنين طويلة ليش؟ لونج إير ليش؟ شو اللي يسموه؟ عشان أذنه طويلة صح بس لكن في سبب ثاني إنه هو يعكس حرارة جسمه عن طريق بس إنه صعبة لأن أنت الحيوانات اللي أذنين طويلة طبعا تعكس الحرارة تعرف الحرارة لذلك مثلا زي حتى الفيل الأفريقية اليوم حديقة الحيوانات برضه بتبرد الجسم عن طريق قوسة صح؟ قوسة؟ إذا مقوسة هذه ذكر إذا سيدة أنثى طبعا عشان أعمل التكاثر